السلام عليكم سماحة الوالد. يقول في سؤاله الثاني، يقول هل يجوز الأكل في مطعم يشرب فيه الخمر وفيه غرف مغلقة لا يشرب فيها الخمر، وهذه الأماكن تابعة لهذا المطعم؟ اذهب إلى مطعم ليس فيه خمر. في حديث من جلس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة دار عليها الخمر، ولا تذهب إلى المطاعم التي فيها خمور. اذهب إلى مطاعم ليس فيها خمور، أو اشتر طعام وكله في بيتك. نعم.